هو الحجاب الشرعي؟ وهل اكتفاء المرأة بالخمار مع النقاب والثوب السابغ الواسع يعتبر الحجاب الذي أمر به الله سبحانه وتعالى؟ أم يجب أن تضع المرأة المسلمة فوق خمارها ثوبا آخر تدنيه عليها عملا بآية الإدناء من سورة الأحزاب؟ وما معنى قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية؟ يا نعم. أخي الكريم، هل تغطي الثوب بثوب آخر؟ هو المطلوب من المرأة أن تستر عورتها، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين كما هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا غطت المرأة بدنها بغطاء ساتر لا يجسم ولا يشف وليس بلباس يشبه لباس الرجال ولا يبدو شعرها ولا عنقها ولا أذنها فقد استوفت الحجاب أو الزي الشرعي. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يسترن عوراتهن بساتر شرعي هو ما يغطي العورة، ذلك أدنى أن يعرفن. يعني المرأة التي تلتزم بالزي الإسلامي تعرف بأنها عفيفة فلا يتعرض لها الفساق. أما المرأة المتبرجة السافرة فتؤذن بأنها محل شبهة، فيظل الناس الفساق يتعرضون لها بالكلمة النابية أو بالمواقف المثيرة فتؤذي نفسها وتؤذي غيرها. ونسأل الله السلام. أفداكم الله.